في كتاب موجود يعني تقريبا ملخص للشبكات، ممكن ننزله لكم كبي دي اف يعني، بالاضافه للمحاضرات والبرزنتيشن. دي توزيع الدرجات. توزيع الدرجات 50 الفاينل طبعا زي اي ماده، ومعظم برضو المواد عندكم بتلاقيها 20 المتر، 20 اعمال سنه. اعمال سنه هنا بتشمل المحاضره وبتشمل السكشن، سواء الريبورتس او شغلك في المحاضرة وشغلك في السكشن. هتشتغل في المحاضرة هتشتغل في المحاضرة يعني. عشان كده أنا بطلب منك دايما في المحاضرة تبقى معك ورقة وقلم، تمام؟ وعليكم السلام. مطلب صغير جدا ولكنه عزيز، وهتشوف الكلام اللي أنا بقوله ده بعدين يعني، ملوش تفاصيل يعني، إنما غالبا نسبة تقريبا 50% من الحضور تقريبا ما معوش لا ورقه ولا قلم. طب جاي الكليه بيعمل ايه؟ هو جاي يعني بنشرف بيه يعني، بيشرفنا في الحضور بس، ده كفايه يعني. انا باخد غياب في المحاضره، تمام؟ ممكن يبقى الغياب عليه 5 درجات. الغياب ممكن ينفعك، مش هيضرك الا اذا كنت طبعا ما بتحضرش خالص يعني، تمام؟ ممكن يفيدك يعني. ده بالنسبه للغياب والحضور. طبعا المحاضره، انا عارف المحاضره الاولى، المحاضره الاولى بالنسبه لكم دايما رخمه شويه، تمام؟ فعشان كده احنا هنفتح الحضور لحد الساعه 9. مش معنى الساعه 9 يعني انا هحجز الساعه 9، لا، انا ما بجيش الساعه 9 يعني. يوم ما اتاخر او ان شاء الله يعني، ان شاء الله يعني، يبقى الساعه 9 الا ثلث هتلاقيني هنا بدات اشتغل يعني، مش بستنى لحد 9 الا ثلث عشان اجي وبعدين لسه، لا، النهارده بس يعني، برضو احنا لسه اول محاضره يعني. فالساعه 9 الا ثلث هتلاقيني بدات ان شاء الله اشتغل يعني، يعني غالبا 8 ونص بكون موجود، واحيانا قبلها بشويه حسب بقى ظروف الطريق بس غالبا يعني بحاول اظبط نفسي ان انا اكون 9 الا ثلث. فانا هفتح لك المجال لحد الساعه 9. بعد الساعه 9 لو سمحت ما حدش هيدخل، افتكر كده انا ما عنديش مشكله، تمام؟ المحاضرات مبدئيا هتنزل لكم على لحد المنصه ما تشتغل، هعمل جوجل درايف هنزل عليه البي دي اف يعني. هو احنا عاملين اصلا قناه يوتيوب ننزل على محاضرات المواد بتاعتنا، ماشي؟ مفيش مشكله. هو ده اليوتيوب، ده المحاضره اللي انت هتذاكر منه بعد كده، هتحتاج بي دي اف، هينزل على المنصه. مش عايزينه ينزل، انا ما عنديش مشكله يعني، يعني خلاص انا ما عنديش مشكله، هينزل على المنصه، لانه ده اللي هيبقى يعني. انت مش هتقدر تحفظ من اليوتيوب، اليوتيوب هتراجع، او اذا كان في حاجه واقفه عليك هتقدر تشوفها يعني من اليوتيوب يعني. ده بالنسبه لي يعني السياسه بتاعتنا في المنهج يعني. لو حد عنده اي اسئله قبل ما نبدا الجزء بتاع النهارده، جزء بسيط زي ما قلت وجزء خفيف هنتكلم فيه. طبعا في ناس، كم واحد ما خدش ديجيتال 1 او ديجيتال او رقميه؟ رقميه 20 والعشرة الثالثه ديت هتبقى في المعمل، ده هيبقى في الاخر يعني. يعني هنشوف هيحصل، لو قدرتوا تعملوا بروجكت في الشبكات يبقى كويس، هنشوف كده يعني، نشوف مع الزملاء ايه اللي ممكن تعملوه لو قدرنا نعمل بروجكت او يبقى في امتحان في المعمل يعني، تمام؟ طبعا في بعض والعشرين اللي هي في النص ديت اللي هتبقى عباره عن الحضور في المحاضره والسكشن، الريبورتات اللي انا هطلبها منك والريبورتات اللي هتطلب منك في السكشن، تمام؟ ادائك في المحاضره وادائك في السكشن، كل ده في خلال العشرين. منهم 5 مثلا بالنسبه للمحاضره غياب، تمام؟ ها هنبقى ام اس كيو ان شاء الله يعني، ان شاء الله، الا اذا حبيتوا انه يبقى مقالي فما عنديش مشكله، بالعكس المقالي كويس يعني. لا، ما هو ممكن نتفق من دلوقتي خلاص، ماشي؟ ها انا موجود من الحد للاربع في الكليه يعني، من الحد الاربع في الكليه، تمام؟ طبعا من الحد الاربع في عندي محاضرات، باستثناء اوقات المحاضرات بتلاقيني في المكتب يعني، خلاص يعني. من الحد من الساعه ممكن
حضراتي متأخرة يوم الحد، فممكن من الساعة 9:30-10 كده أبقى موجود في المكتب لحد الساعة 1:30-2 يعني. تمام؟ ده بالنسبة لي. بالنسبة أحيانا باجي الخميس وأحيانا ما باجيش على حسب بقى ظروف يعني، بس السبت والخميس يعني ما تعملش حسابك قوي عليهم يعني. ماشي؟ ده بالنسبة لي. طبعا التواصل فيه معاكو، اعتقد في حد في كوردينيتور ليكو، كوردينيتور هياخد البتاع دي، انا بدي الموبايل بتاعي للكوردينيتور، حتى لو حد خده انا ما عنديش مشكلة، بس عايز تتواصل معايا تواصل معايا على الواتس. تمام؟ لانه مش هرد على الموبايل طبعا، لو انا رديت على الموبايل يبقى كده انا بروح في. ماشي؟ دي حاجة. الحاجة التانية الواتس، انت بتبعت رسالة فوقت ما بشوفها هرد عليها يعني، انما الموبايل مش شرط. في بعض الناس يعني بتبقى احيانا تستخدم هذا الحق بشكل مش ظريف يعني. تمام؟ اي اسئلة تانية؟ الجزء اللي هنشتغله النهاردة هيبقى جزء بسيط يعني، وهناخد طبعا ده الكورس بتاعنا، ديت الكونتنتس بتاعتنا اللي موجودة. تمام؟ ودي طريقة طبعا زي ما قلت هيبقى عندنا، ممكن يبقى فيه كويز في المحاضرة، ممكن يبقى فيه كويز في السيكشن، طبعا زي ما قلت شيت وريبورت واللاب اكتيفيتي. تمام؟ المفروض طبعا زي ما قلنا الحضور، ودي الانترودكشن. قبل الانترودكشن عشان ما ناخدش حاجة، هناخد حتة صغيرة كده في الآخر بس، ويبقى دايما انا يعني ما بحبش اتكلم على طول، وان كان الماده فيها جزء نظري كبير، بس عايزك تشارك معايا. تمام؟ مش شرط في جزء، طالما انا بسال او عايزك تشارك معايا انا ما بحاسبكش على المشاركه، حتى لو انت قلت غلط، الا اذا قلت لك ده كويز او ده سؤال او. تمام؟ بس يعني بالنسبه للجزء اللي احنا هنحاول نتكلم عليه النهارده او نتكلم فيه النهارده، النمبر سيستم، انواع النمبر سيستم المفروض انه خدتوها او هناخد منها، احنا محتاجين منها جزء بسيط جدا وهنتكلم عليه، وهو ده اللي احنا هنركز عليه. فعندنا النمبر سيستم، الناس اللي ما خدتش الكلام ده في او ما خدتش ديجيتال هتاخده، فما تقلقش يعني، احنا ما عندناش اي مشكله خالص، لان الجزء اللي هنتكلم فيه جزء بسيط قوي بالنسبه للنمبر سيستم يعني. عليكم السلام. في نقطة بس برضو معلش، عشان البتاع دي عشان الدخول لحد الساعة 9، أنا بدأت أشتغل من 9 إلى 3، لو سمحت يعني القلوب مسلمة على بعضها عشان ما نقعدش، لأنه لو أنت قلت ألقيت السلام لازم حد يرد. تمام؟ فيعني ما تحملناش ذنب إذا ما ردناش يعني. فلو سمحت ادخل بهدوء كده بدون أي كلام يعني. لا تسلم على زمايلك وحبايبك ولا تسلم علينا كلنا، سلم بس يعني بتاع ديت القلوب زي ما قلت مسلمه يعني. احنا مش في الشارع او في مكان، احنا يعني في شغل، فعشان بس ما نقطعش ديت يعني، ارجو ان احنا نلتزم بيها يعني. مش معنى كده ان السلام مش مهم، لا السلام مهم جدا خلاص، والسلام بيحبب القلوب يعني، بس مش هو ده وقته. تمام؟ اتفضل. عندنا النمبر سيستم، اي عندنا طبعا اكتر من نمبر سيستم موجود، عندنا في الديسيمال، وعندنا الباينري، وعندنا الاوكتال، وعندنا الهكسا ديسيمال. دولت يعتبروا اللي هم المشهورين. تمام؟ في نمبر سيستم تانية موجودة، ممكن يبقى في نمبر سيستم تانية موجودة. اللي احنا عايزينه النهاردة او نركز عليه النهاردة يعني العلاقة بين الديسيمال والباينري، لان احنا هنحتاج نحول من الديسيمال للباينري او من الباينري للديسيمال، فاحنا محتاجين دي نبقى فاهمينها كويس. طبعا في طرق كتيرة، احنا هنقول في طريقة منهم ديت اللي احنا هنستخدمها او هنركز عليها عشان هتبقى سريعة. انا مش بحل مسألة ان انا احول من باينري لديسيمال، لا ده انا عاوز اعملها وهنشوف هنعملها ازاي. وبرضه هنشوف العلاقة بين الاوكتال والباينري والاوكتال والهكسا ديسيمال والباينري برضه سريعا يعني.
عندنا اي نمبر سيستم، اي نمبر سيستم من النمبر سيستمز اللي موجوده كلها دايما، طبعا عندنا اي رقم او اي نمبر سيستم بيبقى فيه جزء صحيح وجزء كسر، تمام؟ اللي بيفصلهم او اللي بيحدد الصحيح من الكسر هو الديسيمال بوينت، تمام؟ او البوينت ديت اللي هي العلامه العشريه اللي موجوده هنا. فاحنا عندنا اي رقم نمبر سيستم بنعرفه بحاجتين، بالرادكس او احيانا الناس بتسميه البيز، تمام؟ دولت حاجه واحده، والديجيتس بتاعته اللي هي الارقام المكونه لهذا الرقم، تمام؟ الرادكس اللي هو البيز بتاع الرقم والديجيتس بتاعه الرقم. خلينا ناخد الكلام ده بالنسبه للعشري. فاحنا عندنا البيز اهو او الرادكس بيسموه ار، تمام؟ والديجيت بالنسبه للعشري، البيز بتاعنا 10، مظبوط كده؟ البيز بتاعنا 10، الارقام العشريه اللي احنا بنتعامل بيها، اللي انا وانت وكلنا بنتعامل بيها في كل معاملاتنا تقريبا يعني، ماشي؟ الديجيتس بتاعتنا اللي هي كام؟ ها ها تسعة، تمام كده؟ ده الديجيتس بتاعتنا في العشري، هم 10 ارقام تبدا من الزيرو طبعا والتسعة، وبعد كده اي رقم بنقدر نكونه. خدنا احنا في الارقام اللي هي العشريه او الارقام العشريه، لو انا بكتب رقم كده 5 6 7 8، خدناه زمان في الابتدائي زي ما انا خدته وانت خدته، كلنا خدناه كده، كنا بنسمي الخانه ديت ايه؟ دي احد، مش كده؟ صح. وديت عشرات، ودي مئات، وديت الوف، وانت ماشي بهذا الشكل يعني، صح؟ طيب عشرات جت منين او احد جت منين؟ بنقول ان الويت، وزن الخانة دي بتاعت الرقم ده هي عبارة عن 10 أس 0، صح؟ ودي 10 أس 1، 10 أس 2، 10 أس 3، وانا ماشي في هذا الاتجاه، تمام كده؟ دي عبارة عن الويتس بتاعت كل خانة من الخانات، عشان كده بنقول الرقم ده لو جينا نقراه فده عبارة عن ايه؟ الخانة ديت 5 في خانة الألوف يبقى 5000، وديت 6 في خانة المئات يبقى 600، ودي 7 في خانة العشرات يبقى 70، ودي 8 في خانة الأحاد يبقى ب8، لو جمعتهم على بعض هيدينا الرقم اللي هو 5678. الكلام ده ما بينطبقش على ديسيمال نمبر بس اللي احنا خدناها، لا ده بينطبق على كل النمبر بهذا الشكل. يبقى انا باخد البيز وارفعه لأس 0 في الخانة الأولانية، أس 1 أس 2 أس 3 أس 4 وهكذا. بيقولوا بقى الكلام ده بنعمله كده بشكل عام اهو، لو دي الديسيمال بوينت، دي ار أس 0، ار أس 1، ار أس 2، ار أس 3، وانت ماشي في هذا الاتجاه، تمام؟ طبعا مش محتاجين احنا الارقام العشريه لان ما بنتعاملش غالبا بالارقام العشريه في الشبكات، فهسيب انا الارقام العشريه بقى لان احنا بنحتاج الحاجه اللي احنا عايزينها بس، تمام كده؟ ده بالنسبه لي الارقام بصفه عامه، وده الارقام العشريه، وده الويتس بتاعت الارقام العشريه. نفس الكلام بالنسبه للباينري اهو، البيز بتاعنا هيبقى 2 في الباينري، البيز 2، والديجيتس بتاعتنا هتبقى 0 و1، وديت اللي بيتعامل بيها الكمبيوتر، اللي بيتعامل بيها الكمبيوتر داخليا، تمام كده؟ يبقى الكمبيوتر ما يعرفش غير 0 و1، كل حاجه بتتحول ل 0 و1. ولذلك المفروض اعرف العلاقه بين الارقام العشريه وال 0 وال 1 دي، وبعدين بنعرف حاجه ثانيه العلاقه برضو بين الباينري والاوكتال او الباينري والهكساديسيمال، وهنقول ليه بعد شويه يعني، تمام؟ طيب الارقام العشريه بقى، تعالى ناخد الباينري نفس القاعده اللي قلناها فوق دي. يبقى انا لو عندي اي رقم باينري هيبقى 2 أس 0، دي الخانه الاولانيه، ودي 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، وانت ماشي كده،
لو انت طلعت الويتس بتاعت الارقام ديت بتاعت الخانات ديت او الديجيتس دي هتلاقي ان ده واحد ها اثنين ها أربعة وستين مية تمانية وعشرين خمسمية واتناشر ألف أربعة وعشرين اللي هي كم؟ اتنين أس عشرة تمام؟ اتنين أس عشرة اللي هي ايه؟ في عرف الكمبيوتر ده عشان أحول من كيلو لبايت أو من ميجا لكيلو بضرب في ألف أربعة وعشرين فهي ال 2 أس 10 اللي موجودة عندنا. إيه هي البايت؟ البايت 8 بت. طيب كويس. إيه هي البايت برضو؟ كلام صح؟ ماشي؟ ها؟ وحدة بتخزن فيها حرف دي اللي هو بنقول عدد ده الكود بتاع أي كاركتر أو أي رقم يعني. او اي سيمبل بدخله بيبقى بيتحط في 8 بت او بايت يعني. ها ايه هي برضو ايه هو البايت؟ وحدة قياس. قياس ايه؟ قياس الذاكرة. تمام؟ وحدة قياس الذاكرة. اي ذاكرة او اي ستورج يعني خلينا نقول كده. طبعا الميموري ستورج، الهارد ديسك ستورج برضه يعتبر ذاكره. تمام؟ الهارد ديسك يعتبر ذاكره بس ثابته. الرام طبعا على حسب مش هندخل فيها كتير، خلاص خلينا عشان بس ما نسرحش كتير يعني. يبقى ديت الارقام بتاعتنا. اي رقم عشان تكونه، عشان اعمل اي رقم بالعشري عشان احوله الباينري، يبقى تعالى كده نشوف. لو انا كتبت الرقم ده مثلا خمسه بالديسيمال، عايز اكتب المكافئ له بالباينري، ها هيبقى ايه؟ واحد زيرو ون. تمام؟ ون زيرو ون. طيب ازاي اتجت؟ نفس الكلام اللي قلناه بالعشري من شوية. كنت بقول ايه؟ انه قيمة الرقم ده عشان اطلعها بالديسيمال بقول ان هي عبارة عن كام؟ الرقم ده، الرقم ده عشان احوله ده بالباينري، عشان احوله بالديسيمال اهو بقول ان ده بيساوي ايه؟ الخانه دي مش كده؟ اللي هي كام؟ واحد مضروبه في كام؟ في الويت بتاعها صح؟ 2 اس 0 زائد 0 في 2 اس 1 زائد 1 في 2 اس 2 مظبوط كده؟ وبالتالي هيبقى ده عبارة عن واحد زائد زيرو زائد أربعة يبقى بيساوي خمسة. مظبوط كده؟ طيب يبقى أنا حولت الرقم خمسة ده مثلت رقم خمسة بالباينري بالشكل اللي موجود قدامنا ده. طيب أي رقم ممكن أعمله كده؟ طيب الناس اللي معاها ورقة وقلم لو سمحت اكتب لي كده، أو ناخد مثال تاني، خلينا ناخد عشرة مثلا. عشرة مين يقول؟ ها؟ فين؟ أنا هسيب الويتس ديت أهيت ها؟ تمام؟ ده العشرة صح؟ طيب 15 لا سواء ها؟ بص يا باشمهندس دي الويب بتاع الخانه دي كام؟ واحد تمام؟ والويب بتاع الخانه دي اتنين، يبقى اي واحد هنا باتنين صح؟ تاني بص يا باشمهندس. طيب ده خمسة طبعا لما انا بكتب كده ده بالعشري تمام؟ الخمسة هنا قيمتها دي كام؟
خمسة ولا خمسة مش كده؟ والخمسة ديت بخمسين، والخمسة ديت بخمسمية، والخمسة ديت بخمس تلاف. جت منين؟ ان انا ضربت دي في الويت بتاعها، خمسة في عشرة أس زيرو، ودي خمسة في عشرة أس واحد، وخمسة في عشرة أس اثنين، وخمسة في عشرة أس ثلاثة، وهكذا. تمام؟ واضح كده؟ تاني، إن طبعا أنا مش عايزة يعني مش عايزة أتوسع، أنا عايز أوصل للحتة اللي أنا عايز أوصل لها. في الآخر هتلاقي الموضوع سهل يعني، الموضوع هتلاقي سهل يعني. طيب خلينا نبدأ كده، نعمل حاجة تانية سريعة عشان بس ما حدش ادي الارقام بالديسيمال. كفايه لحد كده دلوقتي، عايز امثل الارقام دي بالباينري. ها هبدا من تحت، مش عشان حاجه، لا هبدا من تحت واقول لك هبدا ليه من تحت. ها بص، هاي ادي واحد، عاوز اكون من دول التسعة، يبقى ها تمانية وواحد، يبقى واحد زيرو زيرو واحد، صح كده؟ طب لو عايز تمانية، طب لو سبعة، ستة، خمسة كنا كاتبينها من شوية، أربعة صح، ثلاثة، اثنين، واحد، زيرو، صح كده؟ طيب واحد، أول سؤال، واحد بيقول لي ايه ده زيرو كاتبوه الاربعة زيرو، ما هم كلهم زيرو صح، ليه كتبناهم اربعة زيرو؟ هل ده واحد بايت؟ هو مش واحد بايت، انا بس عشان الرقم ده تسعة خد مني اربعة بت، فانا مثلت بقية الارقام في اربعة بت. واضح كده؟ مثلت بقية الارقام في ايه؟ اربعة بت. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي صفر على الشمال هنا لو انا شلت الصفر ده هل هيؤثر في الرقم؟ مش هيؤثر في الرقم. مش احنا كنا بنقول او احنا عارفين، خد بالكوا في حاجة بس، يعني في بعض المعلومات القديمة او بعض المعلومات اللي انت ممكن احنا كنا بنستخدمها في الديسيمال، بنقول ان صفر على الشمال ملوش قيمة، ملوش لازمة، مش كده؟ هو برضو في الباينري ملوش لازمة، في الأوكتال ملوش لازمة، في الإكسا ديسيمال ملوش لازمة. هي نفس المعلومة، يعني نفس المعلومة هي ما تغيرتش. مش معنى أن أنا غيرت النمبر سيستم بتاعي يبقى المعلومة هتتغير، مش هتتغير. طيب ليه أنا بحطها أصلاً؟ أنا بحطها عشان أنا بحافظ على عدد الخانات اللي موجودة هنا. أنا بس ضربت الرقم تسعة ده عشان عدد الخانات اللي موجودة عندي. تمام كده؟ واضح ديت؟ هل دي فيها مشكلة؟ انت طبعا مستغرب، بس دي المفروض ان الارقام ديت الارقام من واحد لحد 1024 واكتر من كده كمان بشوية ممكن، يعني هتلاقي نفسك بعد كده دي بالنسبة لك عادية. تمام؟ زي ما انت بتجمع واحد زائد واحد بيساوي اتنين بالظبط يعني، ماشي؟ فما تقلقش، بس دي انا بس بحط لك القاعدة ديت، القاعدة اللي من خلالها بطلع اي رقم موجود. طيب خلينا نكتب الأرقام، هنكتب دولت لحد هنا هم. تمام كده؟ كتبنا دولت. طيب تعالى كده، يبقى ديت الأرقام الباينة، تعالى ناخد رقم كبير شوية نحوله، يعني خلينا نبدأ رقم كبير شوية أحوله الباينري، ومش هنبدأ كبير قوي يعني، خلينا ناخد الرقم اللي هنبدأ بيه، هنقول مثلا 13. ها 13، مين يقول لي 13 يطلع في كام بت الاول؟ 4 بت. ها قول يا باشمهندس، ابدا من اليمين ولا شمال؟ 8 تمام،
دي 8 صح؟ 8 من 13 يبقى باقي كم؟ ها 5. طيب الخانة اللي بعدها ديت 4، أصغر من 5 ولا أكبر؟ أصغر، يبقى فيها 1. 4 من 5 يبقى باقي كم؟ 1. يبقى الخانة ديت ما ينفعش أخد الاثنين. نعيد تاني، نعيد تاني. ده 13 تمام؟ طيب ليه اخترت 8 وما اخترتش 16؟ ما ينفعش 16، لأن لو حطيت 16 أكبر من رقم، يبقى أنا باخد أقل الرقم اللي أقل من الرقم اللي موجود، أول رقم أقل منه، أول رقم أقل من الرقم اللي موجود. دي مش الطريقة اللي أنت هتاخدوها في الديجيتال، في طريقة تانية في الديجيتال مش عايز أقولها لك دلوقتي، حاجة اسمها الديفيجن أند ريميندر. تمام؟ أنا مش عايز دي الشبكات، يعني مش عايز ليه؟ لأن هحول بالطريقة اللي أنا بتكلم عليها دي. واضح كده؟ هحول بالطريقة دي لأن إحنا عندنا أرقام محددة، إحنا بنشتغل في 8 بت بس، الرقم بتاعنا في 8 بت، وبالتالي هنقول نهايته كام؟ هنوصل له دلوقتي يعني، تمام؟ يبقى أنا عندي 13، أول رقم أختاره اللي هو أقل من 13 اللي هو 8، يبقى ده فيه 1. طيب لما أحط هنا 1 يبقى الباقي كام؟ 5 صح؟ طبعا شغل دماغك وسيبك من الآلة الحاسبة، معلش يعني. خلاص؟ 8 من 13 باقي 5، طب الرقم اللي بعده 4 تمام؟ طيب لو كان الرقم ده 11، خلينا ناخد برضو نفس المثال، لو كان ده 13 هاخد 11، كنت برضو هختار 8 بس مش هينفع اخد الاربعة تمام، لان الباقي 3، فهيبقى ده 0 ويبقى ده 1، يبقى معنا 1 الباقي يبقى ده 1. وضحت كده؟ طيب ناخد رقم اكبر شوية. طيب ها اختار لنا رقم اكبر شوية، مش كتير قوي يعني. ها يلا ها 33 تمام كويس يعني ماشي. ها تعالى ناخد 33. ها قول يا باشمهندس. ها فين؟ ها صح كده ماشي. صعبه ولا سهله؟ طيب ها باشمهندس اختار لنا رقم، اختار رقم بس يعني. 16 ماشي 16. طيب باشمهندس ممكن تقول لنا الارقام اللي هتطلع فين؟ 0 ها بس هو رقم واحد 16. طيب باشمهندس ورا اختار لنا رقم فوق 30 بقى، يعني فوق 40 كده. ها 55، ادي 55 انا سايب الويت سايت عشان ما حفظتهاش، المفروض بعد شويه نحفظها. ها مين من البشمهندسات يقول لنا؟ تقولي قولي يلا. ها عند ال 32 1 32 و 16 اهو. طبعا 55 من 32 يبقى اللي باقي 33، 3 وكام؟ 20. معانا يا شباب؟ خليكم معانا بس يعني. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ خدت 32، هطرح 32 من 55، يبقى باقي 23. طيب 16 اصغر من 23، يبقى ينفع احط هنا 1 اهو واحط هنا 1. طبعا 16 يبقى باقي 7. 7 ما ينفعش اخد دي. وبعدين 4 2 1 دي 7. ها لعبة حلوة كأننا بنلعب يعني. واضح؟ انت بتعملها في العاب، في العاب كده بس انا مش فاكر اسم اللعبة يا ايه، فاكرة حاجة زي كده؟ طيب ماشي كده. طيب احنا خلينا نعلى كمان شوية كده، حد يقول لنا رقم اعلى شوية. ها على مالك كده. ها
كام يا باشمهندس قلت؟ المهم سليمة؟ ها؟ 99. كويس، احنا بدأنا نعلى شوية اهو. ادي 99. ها؟ مين يقول؟ ها؟ قول يا باشمهندس. 64 و32 واحد 32 و64 96 32 و64 96 من 99 باقي 3 يبقى هم ادي الثلاثة هم والباقي زيرو. تمام كده ماشي. طيب ها نزود كمان شوية. حد ها 511؟ لا احنا مش هنوصل 511، اخرنا 255. وهقول ليه 255 دلوقتي. ها اخرنا 255. طيب لو عندنا 255 كل واحد فين؟ من اول ال 128. تعالى كده نشوف. طب مين يتاكد ان الرقم ده صح؟ اجمع. ها اجمع. انا ايه في غلطه هنا. هنا في 256 512 1024. ما اعرفش انا غلطت ازاي بس ده غلط. تمام صلحناها دلوقتي يعني. طيب عندنا في قاعده بقى بتقول عشان ما ايه ما تقعدش تجمع، او مش هنقعد نجمع برضو يعني. احنا اتفقنا ايه؟ ان احنا التحويل بتاعنا كله يعني هتعمله كده بدون الطريقه العاديه اللي موجوده. ليه؟ لان احنا اولا محدودين ب 255، فانا محدود ب 8 بت، دول 8 بت. تمام. لو عندي الارقام بتاعتي في الباينري كلها وانس بالشكل ده كده، وانت عايز تطلع الديسيمال نمبر المكافئ ليها، فانت بتقول كده في الحاله دي 2 اس عدد الخانات سالب 1. تمام كده 2 اس عدد الخانات سالب 1، يبقى 2 اس 8 ب 256 سالب 1 يبقى 255. تعال نطبق الكلام ده كده. لو انا قلت ايه 1 1 1 1 دولت كام بت؟ 4 بت. دولت 4 بت، يبقى 2 اس 4 سالب 1 اللي هي هتساوي كام؟ 15 اللي هي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8. تمام كده؟ لو طبقت الرقم ده يبقى تقدر توصل لأي رقم موجود. يبقى أنا برضو بمجرد النظر، بمجرد بس إن أنا بشوف الأرقام بتاعتي إيه بحوله. طيب ما ممكن نستفيد من الحتة دي كويس قوي. تمام؟ تعالى كده هنعمل إيه؟ هنعمل كده. عايز اطلع قيمة الرقم ده بالديسمال. طب الرقم ده مش كله ونز، خلينا يعني نسهلها الاول شوية وبعدين نبقى عايز اطلع قيمة الرقم ده بالديسمال. القاعدة بتقول، القاعدة لو انت عايز تطلع هتاخد الواحد تضربه في الويت زائد الزيرو في الويت بتاعه زائد الواحد في الويت بتاعه زائد 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 زائد. لا احنا عايزين نطلعه بالطريقة التانية. ممكن نعمله ازاي؟ اس 8 سالب 1 لو دولت كلهم ونز. تمام كده؟ لو دولت كلهم ونز صح؟ ماشي كده؟ الأول هفترض إن ده 1، يبقى 2 اس 8 سالب 1 جاب لي قيمة الرقم ده لو ونز. طب ده عبارة عن كام؟ ده عبارة عن 2 سالب 2، يدينا الرقم بتاعنا اللي هو 256.
53 ولو جمعته هيطلع 253 صح. واضح كده؟ ها ماشي يا شباب. طيب تاني، لو انا افترضت ان ده واحد نفس الطريقة اللي فاتت، 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 2 و 8 سالب 1 ادتنا الرقم. طب لو انا شلت ده، ده قيمته ب 2 يبقى هطرح منه 2. لو حد بينزل السوق، ماشي، السوق بتاع الخضار معظم في ناس كتيره فيهم مش متعلم، يعني يا دوب بس بيعرف يحسب، بيحسب لك ازاي؟ ها حد بينزل ولا ما فيش؟ ولا اقول لك ناس مثلا بتاع ديت، انت خدت كام كيلو؟ يقول لك كيلو وكيلو ونص ولا مش عارف ايه، بيضرب في سعر الكيلو. مثلا الكيلو ب 9 جنيه، تمام، خدت 5 كيلو، ما بيقولكش 5 في 9 ب 45، ما مش حافظ جدول الضرب. بيعملها ازاي؟ بيقول لك 5 في 10 دولت 50، وبعدين انا عندي 5 كيلو بشيل 5 جنيه يبقى 45. واضح؟ هو ده اللي احنا عملناه. واضح؟ وطريقه صحيحه ويعني مليون في الميه ما فيش اي مشاكل فيه. مش معنى كده بنقلل من الناس اللي في السوق، لا، ده هو بيستطيع يستخدم الخبرات بتاعته في انه يحسب لك وهو قاعد يعني. واضح؟ طيب يبقى نفس الكلام ده لو انا جيتنا اهوت وقمت شايل ده، هعمل ايه؟ برضو هفترض ديت 2 اس 8 سالب 1 يبقى ده الرقم بتاعنا، تمام؟ سالب 2 انا شلت ده، طيب ده الرتبه بتاعته كام؟ ده عباره عن 2 اس 1، 2 اس 2، 3، 4، 5، 6. 2 اس 6 اللي هي 64، يبقى كنت هطرح من ده كمان 64. واضح؟ ما حفظتش الارقام ديت وانا عارف، انا عارف الويتس بتاعها. فانت لازم تكون عارف 2 اس 8 بكام، 2 اس 7 بكام، 2 اس 6 بكام. انت هتقول لي هعمله مع الاله، هعمله مع الاله الحاسبه يا عم، مش مشكله، بس بعد شويه مش هنحتاج الاله الحاسبه. وضحت كده؟ يبقى انا دلوقتي اي رقم، طيب خلينا نقول بقى الراوتر اللي في البيت، حد عارف حاجه اسمها اي بي؟ في حاجه اسمها اي بي. الاي بي ده عباره عن عنوان اي جهاز او اي يعني اي ريسورس متوصل على النت لازم ياخد اي بي. الموبايل بتاعك عشان يدخل على النت لازم ياخد اي بي، ماشي، سواء كان من خلال الواي فاي او من خلال الواير، مظبوط كده؟ طيب الاي بي بتاع الراوتر بتاع البيت، ها حد عارف؟ ها 100 ايه؟ ماشي، ده الرقم العشري بتاعه اللي موجود او الارقام بتاعت الراوتر. الراوتر بتاع البيت اللي انا اللي جاي منه عليه خط التليفون وانا باخد منه اوصل عليه. طيب لو انا بصيت على الاي بي او قدرت اوصل للاي بي، وطبعا بعد شويه هتعرف توصل للاي بي بتاع الكمبيوتر بتاعي اللي في البيت او الموبايل بتاعي اللي في البيت، تمام، او اي وسيله. طبعا في البيت ممكن يكون في 10 موبايلات، ممكن يكون في 5 6 ايا كان، وكل واحد من دول بياخد رقم غير ده، بياخد سلسله من الارقام لحد 255. انت ممكن تدي له لحد 255. كل رقم من دولت بيمثل ب 8 بت، بيمثل ب 8 بت. ايه ده؟ طب ليه كتبناه بالعشري؟ برغم ان الكمبيوتر داخليا ما بيتعاملش بالعشري، صح؟ مش احنا قلنا الكمبيوتر بيتعامل ما يعرفش غير الزيرو والون، صح؟ طيب اول حاجه عايزين نحول ده لباينري، وادي الويتس ايه؟ ها مين يقول؟ عايزين نحول الرقم اللي فوق لباينري عشان نربط الكلام ببعضه بقى. كل واحد لوحده، كل واحد في 8 بت، ده في 8 بت، ده في 8 بت، ده في 8 بت، ده في 8 بت. واحد طبعا هيقول لي، يعني هيقول لي الواحد ده عباره عن 1 0 0 0 0 0 0 0. حرقته انا ده، خلاص. والثاني زيه اهو، واحد برضه 0 0 0 وبعدين 0 0 0 0 وبعدين 168. ها اتفضل. 8
تبقى ايه؟ 8. لا طب ملين الرقم من الاول عشان يبقى 168. طيب كويس، خلينا عشان نقول هنحوله ازاي. الطريقه عشان احول الرقم ده لباينري بالطريقه اللي احنا بنتكلم عليها، ببدا من اعلى رقم. احنا اتفقنا ان عندي لحد كام؟ 8 بت. مش انا عندي لحد 8 بت؟ طيب 8 بت كل دولت معانا خلاص، اللي باقيين دولت اكتر، لان دي 2 اس 8 فديت التاسعه، البت التاسعه، لان احنا بادئين من زيرو. ماشي كده؟ طيب 168 هبدا 128 صح؟ بعدين 64 الباقي مش 64، يبقى اخد 32 و 28 100 وكم؟ ها؟ 2 مع 8 يبقى 130، و 30 يبقى 160، يبقى ده 0، يبقى اللي باقي 4 صح؟ اللي باقي 8، يبقى ده 0 1 0 0 0. واضح كده؟ حولناها بسهوله، مفيش اي مشاكل فيها خالص يعني. اقصى حاجه بنعملها ان انا بجمع واطرح بس. صح؟ طيب عايزين 192، يبقى لو هكتب ده هيطلع بالشكل ده كده. هيطلع بالشكل دهوت اللي هو احنا قلنا ادي 4 0 وبعدين 1 0 0 1 0 1 ولا 0؟ خلينا كده قلنا 4 0 3 0 ادي 8 بعدين 0 1 0 1 تمام كده. طيب بعدين 192 1 1 1 4 و 8 12 1 فوق 6 7 و 2 يبقى 192 0 0 0 0 192 تمام. يبقى ادي 6 0 وبعدين ادي 6 1 1 صح. يبقى انا الاي بي بتاعي اللي فوق كتبته بالباينري. طيب ليه بنكتبه بالديسيمال؟ ها؟ أول حاجة سهل التعامل مع الديسيمال بخلاف الباينري، لأن إحنا عمالين نعد أصفار، فبنقعد نقول خمس أصفار أربع أصفار، ولما يبقى 0 1 0 1 0 1 طبعًا الخطأ فيها سهل. دي أول حاجة. الحاجة الثانية دولت 32 بت، لما اكتبهم في اربع ارقام في الارقام ديت، ده 3 ده 3 اقصى حاجه ده برضو هيبقى 3 وده 3، يبقى 3 في 4 ب 12 بخلاف 32. دي واحده. الحاجه الثانيه مش كلهم 0 و 1 طبعا كومباينيشن بين الزيرو وال1، لا ده انا كتبت ارقام عشريه، والارقام العشريه بالنسبه لي انا فاميليار معاها، انما هذه الارقام العشريه هو بيترجمها في الاخر بيبقى عارف ان دي هو الرقم ده اللي موجود الباينري ده، وده اللي هو اللي موجود وده اللي موجود وده اللي موجود. يعني دولت عبارة أربع تمانيات، أربع تمانيات ده اسمه اي بي. طبعا هناخد الاي بي بعد كده، بس تبقى عارف ده اسمه الاي بي تمام. اي بي ادرس ده العنوان اللي بياخده أي جهاز بيتصل على النت في السيستم اللي احنا شغالين حاليا فيه، اللي هو بيسموه اي بي فيرجن 4 تمام. اي بي فيرجن 4، فيرجن 4 يعني هيبقى عبارة عن 4 أوكتات اللي هي 32 بت، وحاليا في اتجاه طبعا انه يعملوا فيرجن 6 تمام. واضح يعني في اتجاه حاليا لفيرجن 6، لانه الاي بي هات هنا الفيرشوال طبعا ده بيغطي العالم كله، ده اللي بيغطي العالم كله. مصر فيها مثلا عدد محدود من الفيرشوال اي بي الحقيقي. يعني ايه فيرشوال اي بي؟ يعني
يعني الاي بي اللي انا بدخل بيه على الراوتر بتاعي هتلاقي الراوتر اللي عندي زي الراوتر اللي عندك زي الراوتر اللي عند جارنا وجارك وكلنا كده نفس الراوتر. طب ازاي هو بيفرق بينهم؟ لان دي مش فيرتشوال اي بي، تمام؟ دي تبقى لوكال اي بي خاصه بكل شبكه من الشبكات. طبعا هنعرف الكلام ده ان شاء الله. يعني واضح اللي احنا عايزينه النهارده ان احنا نعرف العلاقه بين الباينري والديسيمال. هل العلاقه كده واضحه؟ هل حد عنده اشكاليه فيها؟ اللي انا عايزك تعرفه، شايف دولت الويتس دي لازم تعرفهم، وانت هتعرفهم. اللي درس لوجيك قبل كده المفروض عارفهم، واللي ما درسي هيعرفهم فوق اول او تاني محاضره. يعني اول او تاني محاضره لازم هيعرف دول، ما فيش مجال اصلا يعني. تمام. الطريقه الثانيه الحكايه ان انا اعدل او ان انا احول بالطريقه الثانيه، دي طريقه ثانيه خالص يعني. ماشي. بنستخدمها في الارقام الكبيره، بتستخدمها انك تعمل عمليه الايه الريميندر والديفيجن، والكمبيوتر ما بيعملهاش. ليه؟ لانه ما بيستخدمش النظام العشري، او حتى لو بيستخدم النظام العشري في التحويل فبيبقى له عمليه ثانيه خالص يعني، انه بيستخدم الباينري فيها. ده بالنسبه لي. طيب ايه علاقه الاوكتال بالباينري وعلاقه الهكساديسيمال اللي كنا كاتبينه بالباينري؟ عشان يبقى احنا خلصنا الجزء ده اهوت. ده 01. الاوكتال البيز بتاعه 8، البيز بتاعه 8 والديجيتس بتاعته 01. لحد 7 ديت الديجيتس بتاعتنا، وبالتالي الاوكتال بيقف لحد هنا. طيب بص كده على الارقام دي وقول لي ماذا تستنتج. تستنتج ايه؟ الخانه الرابعه اصفار. يعني ايه؟ نستفيد بايه؟ ملاحظه ممتازه. يعني ممكن امثل الاوكتال في 3 بت، هو كل الخانه الرابعه اصفار يبقى ملوش لازمه الخانه الرابعه. يبقى انا في الاوكتال عندي ممكن امثل اي رقم اوكتال في 3 بت، وبالتالي لو كتبت رقم اوكتال كده 3 7 6، ده اوكتال وعايز احوله لباينري، وعايز احوله لباينري، فانا بكتبه بالشكل ده كده. 3 يبقى 0 1 1، 7 1 1 1، 6 1 1 0. الارقام دي اللي موجوده هنا، تمام؟ برضو هتعرف الكلام ده، ماشي؟ بس انا بقول لك العلاقه بين الاوكتال والباينري ايه. اي رقم في الاوكتال بمثله ب3 بت باينري. واضح؟ نفس الكلام لو عندي باينري ممكن احوله الاوكتال. طيب نفس الفكره اللي انا قلتها هنا في الديسيمال والباينري هي نفسها. يعني ايه؟ يعني بستخدم ساعات الاوكتال عشان اميز بيه او اكتب بيه الارقام، لانه سهل الكتابه عن الباينري. يعني شايف دول الثلاثه 3 ديجيت كتبتهم في كام؟ في 9، والتسعه كلهم 0 1 0 1. طبعا الزيرو والوان مرهقة يعني. او اخر نوع بس عشان يبقى احنا كده خلصنا النمبر سيستم اللي هو الهيكسا ديسيمال. الهيكسا ديسيمال اللي هو النظام السادس عشر، بيسموه البيز بتاعه 16، تمام؟ والديجيتس بتاعتنا 10. بقيت ال 16 وبالتالي لو انا كتبتهم هنا A B C D E F، دي 10 ديسيمال، 11 12، وانت ماشي كده لو كتبت 10 هتبقى 0، 11 12 13 14 15
اللي احنا قلناه من شويه اللي هي عباره عن 2 اس 4 سالب 1 اللي هي 15. يبقى الاوكتال الهكسا ديسيمال كل ديجيت بمثلها في كام؟ في 4 ديجيت. احنا بيحكمنا اكبر رقم مش اصغر رقم، واضح؟ بيحكمنا اكبر رقم في النمبر سيستم اللي موجود. نفس الكلام اللي انا عملته هنا في الاوكتال، لو انا عندي رقم اف اي اي مثلا ده بالهكسا ديسيمال عايز احوله الباينري، فيبقى الاف اهو 111، الاي هتبقى 1110، الاي 1010. يبقى انا حولت الرقم. طبعا الهكسا ديسيمال احيانا بنستخدمها وبتلاقيها مكتوبه في بعض ببعض الاوامر الخاصه بالشبكات، تمام؟ زي الاي بي ادرس او الماك ادرس اللي بيبقى خاص بالهاردوير، فبينكتب بالهكسا ديسيمال لانه بيبقى عباره عن ارقام كتيره، بدل ما يكتب باينري او يكتب ديسيمال فبيكتب بالهكسا ديسيمال. يبقى احنا كده خدنا العلاقه. اخر سؤال بقى هنشوفه كده وانتوا هتجاوبوا عليه. What the advantage of the network؟ او ليه بنستخدم النتورك؟ او النتورك فادتنا في ايه؟ ايه فوائد النتورك؟ ها؟ واحد بس، ها؟ تربط الاجهزه ببعض. ماشي، ربطنا الاجهزه، ايه الفائده من ربط الاجهزه؟ ممكن انقل الداتا، ها؟ ممكن اعمل، ها؟ من غير ما اوصل للنت يعني. يبقى انا عندي لوكال داتا موجوده داخل المؤسسه ممكن اتواصل معاها، يبقى الداتا موجوده. غيره فائده النت نتورك بتستخدموها في ايه؟ ده احنا طول النهار ماسكين الموبايلات ومش ما ايدينا ما بتسكتش من الموبايل يعني. ها كوميونيكيشن، ده احنا النت ما بنبطلش كوميونيكيشن مع بعض يعني، واتساب وفيسبوك وتليجرام وانستجرام وغير اللي انا ما اعرفوش يعني، تمام؟ ها يعني ايه شبكه؟ سؤال ممتاز. يعني ايه شبكه؟ يبقى انا شبكه يعني عباره عن مجموعه اجهزه مرتبطه مع بعضها البعض بوسيله اتصال من خلال ميديا معينه يعني. الميديا دي ممكن تكون واير سلوك او وايرلس او بلوتوث. مش بلوتوث ده من ضمن الواير يعني، يا واير يا وايرلس. الوايرلس بياخد اشكال متعدده والواير برضو بياخد اشكال متعدده في نوعيه السلك. طبعا هنعرف الكلام ده قدام يعني، بس بنقول فايدة الشبكات قبل ما نعرف الشبكة، ده تعريف الشبكة. طيب هل بالإضافة بقى لتعريف الشبكة، هل الشبكة اللي موجودة لازم تكون كلها كمبيوتر؟ لازم تكون كلها موبايلز؟ ممكن تكون عبارة فيها برينترز، ممكن يكون فيها فاكس. طيب ايه فايدة ان انا اوصل برينتر على الشبكة؟ ايه فايدة برضو الشبكة يعني؟ يعني فايدة من ضمن فوائد الشبكة. ها؟ ها؟ طيب ايه الفايدة؟ سهولة نقل الداتا، ها؟ بحط ايه اللي هيوفر هيعمل معانا ايه ده؟ بوفر فلوس. الريسورسز اللي موجوده دي ريسورسز، فممكن استخدم ريسورس واحد للشبكه الواحده الكبيره قوي دي، ممكن استخدم ريسورس واحد بس، وبالتالي وفرت هاردوير. طيب هل وفرت وقت بالنسبه للهاردوير ده؟ يعني دلوقتي لو انا عندي شبكه 20 جهاز 50 جهاز وعندي برينتر واحده تخدم ال 50، ولا اجيب 50 برينتر؟ ها؟ اركب طبعا واحده في الشبكه كلها احسن، بلف على كل الجهاز احسن، بلف على كل الجهاز هوفر وقت وفلوس. هوفر لا مش وقت، هوفر فلوس. ماشي، هي طبعا ممكن احط 5 طبعات مثلا على 50، هوفر برضو فلوس، تمام؟ انما هوفر وقت، مش الكفاءه مش هتقل قوي، بس الفلوس قلت 50 طبعا. خلاص بص، احنا انت مهندس، تمام؟ او احنا مهندسين يعني،
مش انت، لا انا مهندس زيك تمام. التفكير الهندسي بيقول دايما انك بتحصل على اكبر كفاءه باقل تكلفه تمام. يعني ما بحصلش على كفاءه 100% والتكلفه 1,000,000%، يبقى انت مش مهندس معلش يعني. خلاص يعني ايه؟ انك ازاي استخدم اوصل لاعلى كفاءه ممكنه باقل تكلفه. ده دايما في يعني مش عارف انتوا خدتوا اقتصاد او هتاخدوا اقتصاد، ولا من ضمن المواد اللي بتاخدوها دايما لازم تعمل كومبرومايز بين حاجتين، بين الكفاءه وبين الفلوس. الفلوس دي في الاخر بتترجم الى، او الكفاءه بتترجم الى فلوس. ممكن استغني شويه عن الكفاءه في مقابل ان انا اقلل التكلفه بنسبه كبيره. واضح؟ ليه؟ لانه لما بيجي يطبع الخمسين واحد بيطبعوا، لو الخمسين كلهم ادوا امر في نفس الوقت فالامر ده بيروح يتحط في كيو في طابور، زي طابور انا بمثله كده بطابور الايه العيش بس بدون وسط، او طابور الجمعيه اذا كان ما عادش جمعيات اصلا، طابور العيش بدون وسط. يعني هو الغالب دلوقتي طابور العيش يعني، بس بدون وسط، ما فيش وسط فيه. اللي بيروح الاول بيخلص الاول، يخلص شغله كله تمام. ده غير الطابور او الكيو. طبعا احنا عندنا كيو في الكمبيوتر، وكيوز كتيره في الكمبيوتر مش كيو واحده يعني، عندنا كيوز كتيره يعني. الكيو اللي موجوده في البروسيسور او الانبوت اوتبوت بتبقى مختلفه عن الكيوز بتاعه البرينتر، التعامل معاها مختلف. طبعا هتعرف الكلام ده فيما بعد يعني. ماشي يا شباب، اي اسئله؟